مشاهدينا هالأسماء هالوجوه يلي عم تشوفون ورايي هالأسماء يلي كمان والأوجه يلي عم نشوفهم على طرقات بيروت لازم يضلوا محفورين دائما، والصورة الفوتوغرافية دائما هي اللي بتأرشف اللحظة وبتخلدها. المصور كميل الرئيس يلي معي بالاستوديو، معه رح نحكي عن تصويره لتاني نهار من بعد انفجار الرابع من آب، يعني بخمسة آب كيف نزل على الطريق وكيف نزل على بيروت. كميل صباح الخير. صباح الخير شادي، أهلا وسهلا فيك. معك رح نحكي عن هالموضوع، رح نحكي كمان عن صورة اللي جمعت فيها وجوه حبوب هالقمح، الناس يلي اندفنت تحت التراب لحتى يزهر وطن، جمعتهم على الأهرائات. معلم يلي مفترض يكون تجاري صار معلم في من الإنسانية وفي من الوطنية وفي من الذكرى الأليمة عند الأشخاص. بداية بخمسة آب انزلت، لأنه بالرابع من آب كنت عم تقوم بواجبك بعملك الإعلامي، أخذت كاميرتك بخمسة آب 2020 ونزلت لوين أول شيء؟ أول شغلة بس طلع الانفجار هي كانت صدمة لكل الناس، يعني بعتقد ما في حدا كان يقدر يمارس مهنته خصوصا بموضوع التصوير هيدا المشهد المؤلم. فنطرت لتاني نهار، نزلت على بكرة بكير أنا وصديقي مخرج مكرم الرئيس، نزلنا لنساعد الشباب والصبايا اللي نزلوا ملوا الشوارع بالتنظيف وبهالأمور هيدي. كنت أخذ عدتي معي، نزلنا يمكن شي 6 ساعات 7 ساعات ضلينا تحت، بس 7 ساعات ما قدرت تصور. المشهد بيصدمك، بيخليك تعيش الواقع، هذا الواقع انه بين الحقيقة وبين انه هذا شيء خيال صار، انه معقول بيروت هيك صار فيها هذا الكم الهائل من الدمار. لرجعت اذا بدك شوي لمهنيتي بهذا الموضوع، لان الصورة هي اقوى سلاح بعتقد. فيك تمحي كل شيء بس هاي الصورة ما فيك تمحيها. وكان عندي شغل لازم أعمله بهيدا النهار، فالتقطت كاميرتي، أنا بصور بدرون، طيرت درون، صورت المرفأ، صورت البيوت الأثرية اللي هي معلم بيروت، وجه بيروت الحضاري. هيدي البيوت اللي كنت عامل مشروع ومقدمه لمحافظ بيروت، وكنت ناطر بس الموافقة النهائية، بده كان أسبوع. كنت عملت خريطة بهاي البيوت لأنزل وثقة تحكي عن جمال بيروت، فما لحقت، كان الانفجار أسرع ونزلنا شفنا هيدا الكم الهائل من دمار والألم الموجود بين الناس. كيف كانت بيروت بخمسة بالنهار يلي نزلت فيه؟ بيروت يلي أنت معود عليها، بيروت يلي كنت عم تتطلع لحتى تأرشفها مثل ما عم بتقول بجمالها، بروعة بيوتها، بأثارها، بكل شيء. بخمسة آب يلي تغير شو عمل ببيروت من خلال الصورة، من خلال يلي أنت اكتشفته انت وعم بتطير هالدرون لحتى تصور؟ لك بخمسة آب في صورتين، كان في صورة الدمار والخراب، وفي صورة الأمل. كانت بهون الناس اللي نزلت، الشوارع ملانة شباب حاملة مكانس رفوشي عم بتساعد، هاو الصورتين ما بنساهن، وبعتقد هني هاو الصورتين هني بيجسدوا واقع هيدا البلد. ما في اوصف لك بالضبط هاي المشاعر اللي انا حسيتها بهذا النهار، لانه شيء ما بيتحمله عقل. يعني نحن ومشين مثلا بمر مخايل، تحكيني صبيه بتقلي طلع صور البيت عنا، بس طلعت بمطلع الدرج، دمار مش بس مكسور الحائط، مكسور وزي عن بعضه شيء 10 سم، يعني بلحظة بيوقع هذا البيت. طلعنا صورنا، ما بتتخيل كمية الدمار الموجودة بهاي البيوت، الصدمة اللي فيها الأهالي، الناس الأهالي السكان، الصدمة الموجودة كمان مخيفة جدا طبعا. هاي الصورة بعتقد ما رح تمحها ولا بأي كميل. يعني مصور كتير من المواقع، مصور كتير من الأحداث، مأرشف لكتير من الأماكن المناطق ببيروت وخارج بيروت، هيك نوع من الأحداث بس نأرشفهم بعدسة المصور بعينه، شو بغير برؤيته إن كان من الناحية المهنية من الناحية الإنسانية؟ شو بكون عم يعمل بهيدي اللحظة يلي بكون عم بجمد
التاريخ فيها لحتى يخليه شاهد لمدى العمر؟ أنا بالنهاية أنا التصوير بالنسبة لي هو هواية. أنا ببرم صور مناطق لبنان الجميلة لسوق لهذا البلد الحلو. برمت أغلب المناطق اللبنانية، كل المناطق السياحية الأثرية. أنا اخترت من قبل الجزيرة الوثائقية لمثل لبنان لأنقذ صورة هالبلد لبرا، وهذا الشيء الحمد لله وصلني حتى للعالمية، حتى CNN من فترة عملت عني تقرير عن هيدا الشيء اللي عم بشتغله. أنا معود صور طبيعة، معود صور الأشياء الحلوة عن البلد، مش معود أبدا أظهر هاي. المعالم كلها تغيرت وبعدها لسه صراحة بعد تنزل بتصور بعد معالم الانفجار موجودة. طبعا الصورة يلي كمان اليوم أطلقتها صورة أهرائات القمح يلي عم نشوفهم عم ينهاروا مع هذا التوقيت الغريب أيضا من بعد سنتين، وفي يمكن بعد مفقودين، في أشلاء ناس بعدها موجودة وأولاد وأباء وعمال وناس موجودة تحت. خبرني سنابل القمح هالوجوه يلي حطيتهم يلي هن عملت الخبز يلي مفقودة صارت اليوم، مثل وجوههم، مثل القمح يلي صار مفقود بالأهرائات، مثل القمح يلي صار مفقود بأفراننا اليوم، هني كمان حبوب القمح يلي عم بيزهروا بعالم أفضل بمكان آخر. هالصورة يلي عم نتشاركها قدامهم أنه نضل هالأوجه محفورة ونضل من خلال أرشفة الصورة أنه نضوي على أسماء هالأشخاص، على وجوههم، على مين هني، على شو عملوا، على شو تركوا. لك قوة الصورة مثل ما قلت هي انجمدت الزمن بلحظة للتاريخ، هاي اللحظة ما بتتغير. بعتقد مثل ما قلت لك لو هيدا الانفجار صاير بأي دولة تاني كانت تغيرت كل هالأمور. هيدي الصورة بعتقد أكيد الإهراءات لازم تضل، لازم نضل شاهد على هيدي الجريمة اللي هي جريمة العصر، وهالناس اللي خسروا أرواحهم بهيدا النهار هن أهلنا وناسنا، ونحن لازم نحس دايما بهيدا الوجع. أنا من شوي التقيت برا مع أمهات الشهداء طبعا يلي رح يكونوا ويشرفونا بمشاركة قصتهم. هاي الجمرة ما بتحرق إلا محلها طبعا، يقيسك الواحد على ذاته إذا شيء، إذا خسرت شخص حبيب عزيز لك بهي الطريقة كيف لازم تكون مشاعرك. فبعتقد نحن لا لازم نضل نتذكرهم، في ناس بدينا ننساهم من خلال الشيء اللي عم بيصير بالمرفأ وبالإهراءات اليوم، هيدا الحريق الغير مبرر بعتقد، او محاولة هدم او طمس هيدي الحقيقة مثل ما عم بيصير بالتحقيق على العام. بعتقد نحن يمكن سلاحنا اقوى من سلاحهم بهيدي الصورة نحن عم نبثها، ان كان انا او اي حدا صور، بعتقد هذا سلاحه اقوى من سلاحهم، على أمل أن يصير عنا بلد مثل ما هيدي الناس زهرت أرواحها وعملت هيدا الفرق، ولازم يضل هيدا الفرق موجود لنقدر نبني بلد. قلت لك بهيدا النهار في صورتين كانوا بالألم، وهي الشباب اللي هي المستقبل، اللي هي الجيل اللي نحن لازم نعول عليه، جيل لا طائفي لا حزبي لا سياسي، يقدر يلتقي مع بعض مثل ما التقى بهيدا النهار من كل الطوائف من كل المدن، نزلوا بس لهدف واحد هو أنه يشيلوا غبار عن بيروت. هيدا صورة الحياة على كل حال اللي بتشبه كميل، بتشبه كل الأشخاص واللبنانيين والمواطنين يلي بس بدهم يعيشوا، وصورة الموت يلي بتشبه كل مسؤول وكل سياسي وكل شخص عم بيغمض عينيه وعم بيسكر دينيه وعم يتكبش بهالكرسي وبالفساد وبالمصاري وبالمال. وأكبر دليل انه هالأشخاص راحوا وقعوا ضحايا وما أخذوا شيء معهم وما تركوا إلا جرح عم ينزف بأرواح وبأنفس الأشخاص يلي بقيوا. كميل الرئيس شكرا لك على حضورك معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.